109 اللي هو هدفنا في أغلبية برلمانية في الانتخابات القادمة، إنه تكون عندنا 109. مش نخرجوا من سياسة التوافق هذه، نحبوا نجيبوا 109 بيان سور. القانون الانتخابي والنظام السياسي ما يسمحش لطرف سياسي باش يحكم وحده. يمكن تعديل قواعد اللعبة الديمقراطية في السنة الانتخابية في الربع الساعة الأخير. إن شاء الله بالعتبة وإن شاء الله بالقانون الانتخابي مع التمثيل النواب لمجلس الشعب يكون أفضل. قمنا بدورنا باش نتمكن قانونيا من الحصول على 109 بالترفيع في العتبة إلى 5%. تحيا الديمقراطية التونسية.